السلام عليكم مرحبا بكم تتخذ العديد من الدول الاوروبيه اجراءات احترازيه لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد والذي ضرب جميع دول العالم ومن ابرز الدول التي تفشى فيها فيروس جديد دوله فرنسا والتي فرضت حظر تجول على مواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا مع تواصل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد وما ينتج عنها من وفيات في أوروبا، طفت على الأفق مشكلة جديدة تتمثل في عدم اتساع غرف حفظ الجثث للضحايا كما حدث في إسبانيا وإيطاليا بل وحتى المقابر من اجل دفن الموتى، وتواجه ذات المشكله عائلات ضحايا وباء كورونا من الجاليه المسلمه في فرنسا، اذ لم تعد المقابر الخاصه بالمسلمين تتسع لعدد وفيات بكوفيد 19، وكشف المجلس الفرنسي للديانه الاسلاميه انه تقدم بطلب الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتخصيص اماكن جديده من اجل دفن الضحايا بالنظر الى نقص اماكن الدفن الاسلاميه في المقابر البلديه، ووفق البيان الصادر عن المجلس فقد اكد ماكرون لرئيس المجلس محمد مساوي خلال اجتماع ضم وزير الداخلية كريستوف كاستانار عن طريق الفيديو أن كل شيء سيتم القيام به للسماح بدفن متوفين من جميع الأديان وفق جميع الشروط المتعلقة بطقوسهم شرط ألا تضر الأشخاص الأحياء مضيفا أنه سيتم تنفيذها بالفعل بمساعدة مختلف الطوائف الدينية ونفى ماكرون إشاعات متداولة بشأن عمليات حرق جثث الموتى على نطاق واسع في الأيام القادمة حيث طمأن الرئيس الفرنسي العائلات بأن مثل هذا الاحتمال مستبعد تماما وتشهد فرنسا ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا وفق حصيلة الثلاثاء فقد بلغ عدد وفيات 2100 وفاة وعدد الإصابات 22300 واربعة إصابة فيما يوجد 2516 أخرون في غرفة الإنعاش لا تنسى الاشتراك في القناة حتى يصلك منا كل جديد